يا اهلا وسهلا فيكم. مثل ما شفتوا الاستاذ احمد السبت وهو عميد الفن التشكيلي في الاحساء، لقاء سريع مع الاستاذ. يا اهلا وسهلا فيك استاذ احمد. نبذه تعريفيه عنك. احمد راضي السبت من سكان الاحساء، مدرس تربيه فنيه متقاعد، والان هوايتي الرسم، وازاوي الرسم في المهرجانات وفي المناسبات الثقافية والاجتماعية. مهتم بتجسيد البيئة في لوحاتي، والمرأة والنخيل والأشجار، الطبيعة يعني بالمعنى. أنا من الرعي الأول من تشكيلي في الحسا، ولي عدد مشاركات في دول عربية وأجنبية، لندن وباريس، المملكة شاركت فيها في ورش عمل فنية. وأنا لحد الآن وأنا أرسم وفرشتي في يدي دائما في البيت وفي الاستراحات، فأنا بالمعنى محب للرسم، وأمضي أوقات طويلة في الرسم وفي الفنون التشكيلية، وكذلك التراث الشعبي والتراث الحضاري في المملكة العربية السعودية من القديم، والآن حضارتنا الجديدة الواعدة إن شاء الله تضيف لنا قفزات سريعة في الأصالة والمعاصرة، وعندنا فنانات تشكيليات، خواتنا وبناتنا تشكيليات في هذه الصالة الكبرى، فهنا وجدنا فيهم حب الفن والرسم والتجاوب مع الألوان ودراية بالألوان ومثقفتهم البصرية جيدة جدا، وسائل التواصل الاجتماعي أثرت فكرهم الثقافي والحضاري والفني في جميع الميادين. فنعتز بناتنا الآن في عصرنا الحالي في عز دولتنا المملكة العربية السعودية وحفظه الله ملكنا، التواصل الاجتماعي وكذلك في جميع الميادين الثقافية والحضارية والاجتماعية حالة، ونعتز فيهم بناتي. طبعا 5 بنات عندي ما شاء الله عليهم، مثقفات وفنانات تشكيليات أيضا. طبعا فن تشكيلي في الحسا عريق جدا، قديم جدا، من قدم الإنسان الحساوي كان يرسم ويعمل منحوتات، والصائغ لسيق الذهب والنجار والحداد والفلاح أيضا كلهم لمساتهم فنية، وكذلك المعمار التقليدي أو البناء البيز وغيرها من القلاع الفنية في العمارة التقليدية، وهي من الطين واللبن ومن مواد الخامات الخشب من جذوع النخيل وكذلك من جذوع الإثل. كذلك عندنا مهندسين معماريين في القديم. جزيلا على تسجيلي في هذه اللقطة في هذا المقر الجميل، وكذلك أنت تعتبر فنان تشكيلي، أعتبرك مثلي، وإن شاء الله تصير مثلي، وإن شاء الله عيالك يصيرون أو أبنائك بناتك يصيرون تشكيليات، لأن التشكيل ثقافة وفن وأدب وتواصل مع العالم المعاصر. الآن كله في فنون تشكيلية ومتاحف وميادين جميلة وشوارع جميلة ومجسمات جميلة في كل بلد في المملكة العربية السعودية. شكرا لك. ألف شكر لك. شكرا جزيلا. حياك حبيبي.